خامسا قال ابن حجر: وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء. إذن وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من باب الاتعاظ، ولكن الحديث عن بني إسرائيل وهذه القصص هي ثلاثة أنواع: واحد، ما جاءت الشريعة بتصديقه، نعم جاء الشر وأخبر به، أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو طبعا بما ورد في قصص القرآن، فهذا نصدقه تماما ونعتقد به. اثنين، لم يخالف ولم تصدق الشريعة، نعم لم تأتي به الشريعة ولكن هذا الخبر لا يخالف الشرع، فهذا صدق أو لا تصدق، ويؤخذ من باب العظة والاتعاظ والائتساء. ثلاث، يخالف الشرع، نعم يخالف ما قرره الشرع، فعندها إخواني في الله هذا يرد. فإذا ما نسمعه من بعض الناس هذا من الإسرائيليات رده بالإطلاق، هذا كلام باطل، واقبله بالإطلاق باطل. الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل.